أعزائي المشاهدين، مرة أخرى أهلا وسهلا بكم لهذه الحلقة لتكملة حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي Community Issues. زي ما حكينا، لو قدمنا مبدأ أو كونسبت للتشيك إنجن اللي هو أشياء قد تدل على انحراف سلوكي لدى الأبناء. طيب ما العمل؟ أنا طلع عندي تشيك إنجن، على سبيل المثال ابني طول عمره هو مع مايك أو مع حسن أو مع جورج، فجأة بطلت أشوفه يجي عنده، بطلت يسأله، شو أعمل؟ المفروض إنه أسأل ابني، أقعد معه أو مع بنتي، إنه أنت طول عمرك مع صاحبك، لأن إحنا بنعرف إنه كان يكون في المدرسة هو أول ما يجي على البيت بتصل على صاحبه وصاحبه بتصل عليه، يعني كل حياته. فراح أسأله، طب أنت طول عمرك مع هذا، شو اللي حصل؟ ما لازم نهمل، وأنت الخبير في مقابل السيارة، الميكانيك الخبير أو الديلر، أنت الخبير في هذا الموضوع حاليا، لأنك أنت تعرف سلوك ابنك أكثر من أي حدا ثاني. على رأي ستي، ابن بطني بعرف رطني، يعني نحن نعرف لبعض. شو تعمل؟ أنت قعدت كله حبيبي أو حبيبتي له، أنت طول عمرك تحكي مع هذا، شو اللي حصل؟ يمكن يقول لك والله انه انا كنت احكي مع هذا الولد بس اكتشفت انه بيمشي مع اولاد مش ملاح ومش مزبوطين، وانا ما بدي امشي معه بعد هالمره. ممكن يكون مقنع، ممكن يكون مقنع. حاول انت تعرف من هذا الولد، لانه بفتره الصداقه هذه ويجي عندك، تروح عنده على البيت، تيجي عند بعض، يعني بتقدر تروح تساله وتسال اهله شو اللي صار. بعدين مين هو هذا الصديق المقابل اللي انت بدلته فيه؟ لازم اعرف، لازم هذه المعلومات اعرفها. هو صعب جدا، يمكن أصعب مهمة في حياتنا إحنا، إنه الواحد يكون أب أو أم. أو يمكن مش صعب يكون أب أو أم، بس تكون والد ووالدة بمعنى الكلمة، بمعنى الوصف الوظيفي للإسم كبير. مراقبة، تعب، متابعة، أهم، إحنا كلنا عارفين هذا الشيء. طيب أنا سألت أسر بعد ما اكتشفوا ان ابنهم على المخدرات، فحكوا انه والله مزبوط، كنا نلاحظ ابني كان يدخل يسكر الباب وما يخلي حد يدخل عنده بالمرة. هذا الشيء فجأة طبعا، كولد عمره 16 سنة او 17 سنة، ليش بدي يسكر الباب؟ يعني شو السبب؟ او انه دائما الشباك مفتوح، حتى في البرد الشباك مفتوح، شو السبب؟ طبعا الشباك منفتح لسببين، يا بدك تغير الريحة الموجودة بالغرفة، يا اما انك حميان ومشوب. واحنا بنعرف انه هناك بعض الاشياء المخدرة او الاشياء اللي بتناولها، يمكن يكون المروانة، بتخلي الانسان ترتفع درجة حرارته. فباستمرار قالوا لي انه كنا الشباك مفتوح، الغرفة مفتوح، الشباك الغرفة مفتوح، حتى في البرد دائما في معطرات. هذا يدل على الشيء. طبعا مش بنروح نتجسس على ابنائنا، بس لازم نعرف نسأله، تعال، يعني الواحد منا ما لازم انه خلص ينصدم انه قامت الدنيا. يسأله، انت ليش بدك فاتح الباب؟ ليش بدك مسكر الباب؟ ليش بدك فاتح الشبابيك على سبيل المثال؟ ليش بدك ترش عطر وبتولع شمع في الغرف؟ وثبت حقيقة عن الجميع اللي سألتهم، تبين انه ابنائهم يدخنون المروانة. يمكن ما بقدرش يطلع برا لانه صغير، او يدخنوها مثلا في البيسمان. غالبا انزل على البيسمان تلاقي الشباك اللي في الحمام مفتوح، يعني يمكن البيسمنت ما يكونش فيه شبابيك، او اذا كان فيه شبابيك يكون مفتوحات. هذا تشيك انجل، مؤشر. لازم نحكي مع ابننا نشوف شو اللي بيصير. اذا لاحظنا انه ابننا بتجنن، بغير ملابسه امامنا دائما، شو السبب؟ طول عمره مثلا بغير، بشلح قميص وبلبس قميص، شو السبب هذه المره مخبي عن هذا الشيء؟ صار تختفي فلوس من البيت، صارت تختفي الوصفات الطبية أو علب الرفل اللي يكون في عليها رفل، صارت تختفي. هذه كلها مؤشرات، شو بدي أعمل؟ يمكن يكون في عندي أكثر من ولد، يمكن يكون في عندي أكثر من بنت. يجب أن نكون قراب من أولادنا وقراب من بناتنا، ولا يمكن نكون قراب من أولادنا ومن بناتنا إلا إذا كان في ثقة موجودة مبنية على أساس الاحترام المتبادل. ولا يمكن يكون في احترام متبادل في الأسرة إذا كانت الأسرة كلها مشاكل، وهذا بيحكي هذا وهذا بيحكي هذا، ما رح تكون في هناك تفاهم.
ولهذا بنهار نظام تنهار القيم الاجتماعية، والابن ما مستعد انه يصارح ابوه. يعني هذا الست اللي حكت انه هي صارحها ابنها، حكى لها اياها انا بعمل هيك هيك. شو السبب اللي صارحها؟ لانه هي قريبة منه او هو قريب منها. هو الانسان اللي بيكون عنده هذه المشكلة اصلا بيكون يحاول يخلص منها، بس خوفه من عواقبنا العواقب، وخوفه من اننا نضرب ونصرخ ونصيح ونطرده يمكن تخليه ما يحكي معنا. ولهذا السبب يجب ان يكون نعمل اجتماع في البيت. تعال في عندنا قضيه اختفاء شيء معين، يمكن الواحد فينا يعصب، انا يمكن اعصب ونرفز، بس الحقيقه ما رح المشكله. التصريخ والصراخ واللوم ما رح المشكله. اختفى شيء من البيت، اختفت فلوس، انسرقت وصفات طبيه، انسرقت ادويه. وبالمناسبه على قضيه الوصفات الطبيه، انا انصح جميع الاهالي بأن يكون في هناك قفل خاص للأدوية الموجودة في البيت. وبالمناسبة إذا ملاحظ أي خزانة واحد عندنا بيكون في عنده 500,000 نوع من الدواء، إشي بلزمه وإشي ما بلزمه، يمكن إشي صار من 50 سنة موجود. ولهذا السبب يجب التخلص من كل الأدوية اللي ما بنحتاجها، والأدوية اللي ممكن يكون كنترول ميديكيشن، يعني يكون لها علاقة في تكون يعني مسيطرة عليها، إنه ممكن يجب إنها تنحط في مكان مسكر، في مكان مزبوط. هذا من البداية، لأنه بكون المال السارق، المال السايب بعلم السرقة، وفعلا هو سايب، هو دواء سايب. ولهذا السبب يجب أن بدينا نكون البيئة منيحة، يكون بيئة ما فيها مشاكل، يكون الدواء مسكر، فلوس تنحط وين ما يكون، ما لازم يكون في سرقة أصلا. فندعو على اجتماع الأفراد، تعالوا نشوف شو اللي عم بصير قاعد في 1 2 3 4. إحنا ما رح نعمل، يعني تكون بهدوء، تكون بروية، بكون في بدون أي مشاكل، بدون أي مشاكل أبدا. نزول العلامات في المدرسة، كثير من الأبناء تنزل علامته وما عم بضل، يعني فجأة واحد بتنزل وبضلها نازلة، بتحكي معه بيقول له طبعا أكيد رح يلوم المعلمة ورح يلوم المدرسة، وإحنا كمان يمكن نلوم المعلمة ونلوم المدرسة، بس لازم نوقف على أسباب الأشياء، ولا يكون توقيف على أسباب الأشياء إلا بالانتباه. الانتباه اللي هي awareness، اللي هي حسب ما سماها بيل أوليفر في برنامجه بيرنت تو بيرنت، هي المرحلة الثانية. بيل أوليفر أجا عمل برنامج اسمه بيرنت، P-A-R-E-N-T، كل حرف له محاضرة. P put yourself in the way، بنحكي معاه عنه إذا كان في مجال ثاني. A awareness is your best friend، awareness is your best friend، اللي هي الانتباه هو صديقك الأمثل في معرفة ما يدور في حياة أبنائنا وبناتنا أو أبناء أو بناتك. شوف فائدة الاكتشاف المبكر، الأورنس يؤدي إلى الاكتشاف المبكر. الاكتشاف المبكر لقضية الإدمان بتساعد كثير على أنه نحل المشكلة من بدايتها، لأنه صدقوني أنه مشكلة الإدمان تبدأ بألم وتمشي بألم وتنتهي بألم إذا ما تم معالجتها من البداية. احنا اللي بهمنا انه ما تنكسر الاشياء حتى نصلحها، اللي بهمنا انه نكي ابنائنا وبناتنا هذه المشكلة. بالمناسبة نسيت ان اذكر نقطة مهمة، تهديد بقتل الاخرين او اذاء الاخرين او التهديد بقتل النفس قد تكون a very big check engine، ممكن تكون check engine كبيرة. اي تهديد بالإساءة للنفس اللي أصلاً خلقت أنت وأنت متمركز حول نفسك تحافظ على نفسك، وحتى وأنت طفل التهديد اللي بسمه rearrangement بإذاء النفس مؤشر. ربيت في أسرة وفي مجتمع، ربيت في الأسرة، بكيت أول ما ولدت، بعد 40 يوم عرفت الأم وعرفت الأبو، صرت يعرف الإنسان لما ابنه شالته على رأي ستي ابن ليلته بعرف شيلته، لأنه بعرف دقات القلب تبعات أمه، ولذلك بنام. أي شكل من أشكال العدوانية ضد هذا الأم أو هذا الأب مؤشر rearrangement، شيء غلط، لأنه طبيعة الأشياء لا تتغير. بعدين بروح المدرسة، بعدين بدروح على المدرسة بيصير عنده أصدقاء. أي rearrangement، أي تغيير بالأصدقاء مؤشر، أي نزول في العلامات مؤشر، المجتمع
تهديد بالقتل، تهديد بأنه يقتل نفسه، السرقة أو أي شكل من أشكال العدوان أو أي شكل من أشكال السلوك المنحرف مهما كان حجمه صغير، تشيك إنجن شيء مهم يجب الانتباه له ويجب معالجته بشكل صحيح. يعني ما لازم إنه نسوي زي اللي بيطلع عنده تشيك إنجن بالسيارة تبعته وبروح برمي الفيوز بالمرة كله مشان ما يضويش مشان ما يضايقه. He or she doesn't want to deal with it. أو يروح يقول خلاص ما مشكلة، يمكن يكون سنسور خربان أو شيء. العاقل فينا يأخذ السيارة عند الميكانيك، حط المشين بطلع له الكود. في أولادنا وبناتنا في 3 codes: جسمي، نفسي أو سلوكي. يجب الانتباه لهذه المؤشرات ويجب أخذها بعين الاعتبار كسبب أو كمؤشر على انحراف سلوكي من ضمن المخدرات. السهر الطويل برا البيت، خارج البيت بدون أي مبرر على حساب المدرسي، هذا يجب عدم السماح به، لأنه التسامح في أي قيمة اجتماعية أو التسامح في أي قيمة تعليمية أو التسامح في أي قيمة أسرية قد تحفز الولد أو البنت إلى عمل شيء مش صحيح. هذا الشيء مش من عندي، هذا الشيء علمي موجود ومثبت. طيب أجل الولد، قعدنا مع الولد وعرفنا أنه بدخن حشيشة أو بدخن أو بأخذ الأدوية الممنوعة، شو نعمل؟ شو الحل؟ لازم نأخذ أولادنا وبناتنا بالحب وبالحنان. يعني هو اللي بيكون مدمن هو بيكون بيحزن، ما بيكون بدي يعمل هذا الشيء. نحاول نعمل معهم اتفاقي أنه حتى يبعد عن هذا الشيء. ولكن إذا وجدنا أنه ابننا أو بنتنا في مرحلة من الإدمان، أنه وصل عنده مرحلة التحمل لمرحلة طويلة، بدخن كثير، بأخذ أدوية كثير، يجب الحل عن يجب البحث عن حل مهني زي ما حكينا. أوكي، يمكن يكون شيء بسيط. أوكي، بطارية فالت نربط سلك، بطري عندنا تشيك إنجن، حلت المشكلة. بس يمكن تكون مشكلة أكبر إحنا ما بنقدر عليها. موضوع الإدمان وموضوع المخدرات موضوع معقد، ولا يمس فقط ولا يؤثر فقط على الأولاد، يؤثر على الأولاد ويؤثر على الأسرة بجميع. وتبدأ المشاكل ما بين الأم والأب، والأب بيلوم الأم والأم تلوم الأب، وبصير حتى يعني زي ما حكينا أنه حتى الواحد بنعزل عن العالم لأنه ما بده حد يجي عنده على البيت يشوف شو ابنه بتصرف أو بنته بتتصرف، خصوصاً إذا وصل لمرحلة من من من, من الإدمان اللي بيخلي يكون يهلوس وديليوجنال وبارانويد ويحكي وما عارف عن حاله. فالكل يتأثر، الأسرة تتأثر. ولذلك يجب الانتباه من البداية حتى إنه ما تكبر المشكلة، حتى إنه المشكلة ما تكون بشكل أكبر وبشكل أكثر. وين نروح إذا احتجنا لمشاكل؟ في جميع المستشفيات إذا كان في واحد مثلا اكتشف أنه عن ابنه نوع من الإدمان، في مراكزنا العربية والكلدانية وشركة أوسطية موجودة، جميعهم مستعدين يخدموا، مستعدين يقدموا العلاج اللازم. إذا كان مش متوفر وإذا كان مش موجود، جميع المستشفيات، مستشفى أوكوارد، مستشفى هنري فورد، جميع هذه المستشفيات بتساعد على إيجاد مصادر العلاج. وعندنا احنا هون في ساوث ايستر ميشيغان في مؤسسه اسمها سمكا، SEMCA، سمكا، تقدر تصل عليها وهم بيعملوا ترتيب لعلاج مجاني للي بيكون في عنده مخدرات. ولكن اهم شيء عدم محاوله اخفاء المشكله، العيب، الخجل. الناس ما راح يكونوا معك في همك ومشكلتك، والعيب ما راح يحل لك المشكله. ولهذا السبب يجب مواجهه الأمور بكل حب وبكل قوة. الواضح على أنه في عنا مشكلة في الجالية العربية والشرق الأوسطية، مشكلة كبيرة جدا، وخصوصا بعد ما صار يعطوا المروانة للأسباب الطبية اللي أنا شخصيا ضدها، وحتى المؤسسة اللي أشتغل معها في واشنطن كمان ضدها، صارت منتشرة متوفرة سهل جدا. الأدوية صرنا نعطي أبنائنا الدواء زي الكاندي مشان يركز يجيب علامات أعلى في المدرسة، لأن أسهل طريق للإنجاز. وزي ما حكى لي ابني benefits looking for the benefits من التركيز و make you energetic،
آثارها مدمرة، آثارها مدمرة. فنرجو من الأهل الانتباه لكل هذه المؤشرات ولكل هذه العلامات. رح يكون الإيميل تبعي موجود في أسفل الشاشة، إذا كان في حد عنده أي سؤال أو أي استفسار أو أي معلومات عن وين ممكن يجد علاج لابنه أو بنته، رجاء بعثوا لي إيميل، وأنا إذا بقدر أرد رح أرد على الإيميل، ورح أقدم أي شيء معلومات ممكن تكون مفيدة. تذكروا أول مرة حكينا في البرنامج، رح أنهي في هذه القصة. حكينا عن التقوا اثنين، صار كل واحد يحكي عن أبوه. حكى الأول الله يرحم والدي، كان ما في أحسن منه، كان يصلح كل الأشياء المكسورة. الثاني حكى له أنا أبوي كان أحسن من هيك، كان يمنع الأشياء من أنها تنكسر. إحنا عم نحاول زي ما وعدناكم هذا البرنامج، إحنا ما بنوعدكم نقدم علاج، بس بنوعدكم نقدم كل معلومات عن المصادر ممكن تساعدكم، وهي مش أكثر من بذور قناتكم MEA نبذرها، ونسأل الله أنها تصل في أرض طيبة وتنمو تصبح أشجار، لعل قلب طفل أو بنت من أبنائنا إنه يتبارك. راح أختم بكلمة لإريكسون. إريكسون العالم النفسي الشهير حكى: لم أرى في حياتي أقسى وأصعب وألأم من أنك تأذي روح طفل. في عدم وجود البيئة الصحيحة لأبنائنا نأذي أرواحهم، في عدم متابعتهم، في عدم مراقبتهم، في عدم كوننا في حياتهم نأذي أرواحهم. كيف نأذي أرواحهم؟ رح ينحرفوا، رح يمرضوا، رح يتعبوا، وهذا الشيء لا يجوز. أتمنى أن تستفيدوا بما قدمناه ليكم اليوم، ونأمل أن تصلنا منكم تعليقات أو استفسارات حول هذا الموضوع، وحتى نلتقيكم في حلقة قادمة. تحية لكم مني أنا معد ومقدم برنامج ومن أسرة MEA. إلى اللقاء.